نعم هذه نواه إذن كان أنا نجمع هذا علينا يا بعد المهاد الله بك بعدي سيدا قروح ذا بدن وأسوا جيبتين إن نسوده وإنه حلبان كنا متلاد الرسمي جاي نقوم متلية إن واحد إن شاء الله تعالى برنامج كان سوجرا حلبان كمرك لقته جو أقويهن أضيال وحجرد السياسيين انتبه هدي إيه بيدمو قفك وقورة ينو يريو هدي إيه بيدمو وسلمان سليمان دودي نكلي هذا بيدنا رحمن سليمان سوده وحن آدي آدو سودوين يا دمان كسوق قبل يا شحفدا أن كسود وين إنه حلبان كنا نقوم تلاقي فدرالك حقيقة دي أنا جو أقون بدن أوله إن حلبان كا أي سو بناتي إن أن مارت وهر مر هذا الكا إن حقيقة دي مدة كنا مركو بربري نانتي يدي ما يلا بوسا سود بدن أوقع حي ويأجيهن إن محاكو إذا وحبر شدي يا دبلو بلاوي 1994 دوسي وسر وهري أو دوسي سر الجاب بوسا ده يفرو وحي هاي 1994 كي تدخل بلاوي وحبر الشدة أو كو كها ويو كم ده محمد آدم ديني خير الله سيو and حبين آدو في فرعون أو جناسيا يو وحبر الشدة يو تدخل وهري أو هرمود كوها مجال بوسا سو كم ده هل كان مركو يمي انتي نبضا واقران ايسان شغادي وهايي او كومنتي وهايي ايو هير حتى افريكا او كومنتالو شرار كودا ايو وحقابات كودا ايو انتا صورنا كومنتي وشغين ايي حد او فدرال كآذي وحان كرمنا شغاد وقبان جرميد وحبادا كابادا هنتي سببتو اسوي ما داما وربنت لان يهي سوالي نمو شغين ايا لكن سيقار ربنت لان وحان كرمنا انو كسو دلالو وحالي نقف محاكو إلى هذا مقانو على التبين يقف جوغو على الترسان إنو سنقون أو نقضو قف مقان أو بنتلان أو مقان أو فدرال كشغين إيا أو وحي بنتلان حقو لهذه نوصة دعية إن بدا وحا مقالنا دادك بنتلان وقا هذا فدرال كا دادك بنتلان وقا هذا فدرال كا وارا دليلا لكن وحا فكر جيننا إنو دليشا بابيو مدنياشا ريبونتلان قجر فدرال كوسوكينو ان وحن ويهريا ان وغاس محمود عشور شعب كالصومالي يدميل او تشوغبا هانيغو سيدا عن هوري وشيغي قد كيني يقود كيغا بكو هادلايا وحن لايه وحن دكو سلامة انا سلامة اسلامك الله اود دلنا وحن اغبر يينا شعب كالصومالي مدنما ايه موافق الهي انو سيو نمن كا ارقق حسد اهنا إلهي سيد نبيير إنو إنو دافي إساقا إنو دافين كريه إنغانا دولدو هقامين أيو حسن شيخ إنا إنقطو دولد شعب كالصومالية أروريسة إيه تصالة إنقطة إيه أنغانا إنا ودن كنجي هويو ديبو إنقونا نو سور تجليسة إن marka salaanta iyo ducadaas baan u gudbinayaa in dawladdaadi jaal xildhibaan waxaan soo noqonayaa xildhibaanka maanta waxay noo yimid xildhibaanka aynu aan sheegay oo aan jecel lahay oo runtii anigu aan aqoon u leeyahay aniga ka maxamuud ahaan xaflada magaalada aan joogno oo dadka shaqadeeda شقديسي يسوق عن شق جارة يسوق كشق يسنينن دنت كدنتيسي أو هايو أو دت كأشقينا يعني أنا وكقيب قال الحفلة ديه أو هولها تاجر هذا دت كيو حقبت كذا وكودي سد درادة وحنقرة يا إنه يهاي حلبان أقلمة كرسي أو كفردي يمت كسر يابا waxaan rajaynayaa xildhibeenada dawladdu uu ka mid yahay maxamed aadan inay noqoto dawladdii la yiraahdo waa dawladdii aan sugaynay xildhibeenadaasuna in la yiraahdo waa xildhibeenadii loo baahnaa dawladda soomaaliya inay xildhibeenno noqdaan waxaan leeyahay qolyihii ka faa'iidi jiray war aan booshin samayno si aynu waxoogaa u helo ha noqonnina waxaan leeyahay waa daarateen
ودنكين أو دبن بعد نور دارتين وان فيليا أدوه إن تداليسو أتشقينيسو لكن فرين وحنكو فرينا شعب كصومالية قد كي يمشوا جارو ورحشوا ودن كأدو دارتين دت كيسي أدبو دولة وباهي هاي دكانشان وباهي هاي أورورن بون وباهي هاي أنا أمريكا كشوغنو باشا لوصو صودا لوصو يا أد وباهن ودن كنجي وشي أنو أغنو قنو إيا دكانشان أن هلو كوى كانا وكوى بلها كودمانا يا روتيني ودن كين إيا دت كين أوترا أو بدمي إيا موافقة قاتا أو ودن كأدو دارتين إن أتكب حسان لباتها إسكودايا مدحوين هاي رئيس الوزراء هي الله وده قدومي أنا وحاله هاي ميدي هان دين خلاص قلنا مدني بدين إيه موافق دين هذا إذا أن أتكينن أو هل دجال أو وده شراء إذا فلنن أو أتكل الله حتانا وضد يجرب كي دين كروب يدي دين كوري يوم بعد قاضي دانتان وحاله هاي رجوا وين أو وحجر ذا أو رنتي مسؤولي لهاتين مسؤولية دالة إذا كفي لها يو كصباح أو هل كيد قلت إن شاء الله سوالي هاي ترى عضو سوالي هم بيدودو من نمية موافقة الله سيو من نمية موافقة الله سيو إن شاء الله أدبو ما تسيني هاي أغاس محمود عاشور وعنو ياريا تاريخ ذا قبضي لبادو قشي ودولي سري ميران عمر أيان ربا ميران عمر هدي لها ذا كريقا سو استاكت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتين تتكسوا قيب قلي لما نواد كم هاسنتين إنو الكفر حسنا إنان دكتور محمد مر لبعض أركو إن وحبدا ما شيقي كله طوله إن وحان إلهي وقبر يايا إن ما ركتي وكجرب قلو حلك وعجائب إن مسؤوليتنا وحويان الله سبحانه وتعالى دور مروك هاللي إذن كل ما أكتهين مسؤولية عيار ماها وحكست حيواني بن آدم وحد إن تامانت يوم القيامة لسكو هايستها إن لو عدال فلانا ويولاكسن تهي إن لسكو دعي يوم بامهيم أه إن إله سبحانه وتعالى ندي قف والبو ماشو علف وقلا أمبو قليا إن مروا البنا ويوناكسن تهي قف قدد كيسا إنو وناجيو إهل كيسا إنو أغادو سبب توي تاي النبي صلى الله عليه وسلم أيام مركي لصوت دري لير إهل كايا كبلا وحوالبا وان أغنى هاي إن بطلان إن ماركتي إن مركي دانك مدوغ لو إيغو قبائل دا أنكسو جيدو آتانا دا إن ماركتي بطلان دو مركودا إي آدي آد سيان شيكا حوق أغالكا هايو إي سان هيسن وحافي مادا إن لدار يلان إيوان أكسن تاي مادام هو يتهاي ورشد قبل هنا بطلان كنول وحارجينا يا إن أو دكتور محمد أوغادة ويسكو دينتان غاري يو دك دك وحبا مالها إن شاء الله إنو هوسو إيغو دالن يرد إن هوسو إيغو نين والبنين كيسا إنو وحتر ويان ما دام 4.5 وحلو قيب سنة يو دات كبوب كمليه أدو حقا إسكا إلالينا يا هدانا ميلك هلا دالن يرد وحبرشو شاينا أما تركيا أما ميلها إنو قد داشت علمي قوا مهم ديلا ذا عبد السلام سلام دانو يهري هدي لها ذن كنيقه وضياء شارين من الصورة وإن سيدة وين نقانا كم ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نهار طبعا ما هدعلنا يا اللي هنا أبورتي وحان قالوا ما هدعلنا يا تدك سواء أباب الحفلة دان قيمة هي غاية له هذه آد بعد ما هدسنتهين وحان سود وين إنا حلبان محمد آدن ديني oo halkaan iniga tagay isagoo u tartamaya kuraasta baarlamaanka Soomaaliya ee hadda la doortay dhawaan alxamdulillaah uu soo guuleystay uu soo noqday wana noqon doona insha Allah maxamed soo dhawow halka waxaad ka tagtay adoo nin shacab caadi ah oo muxuu aha aqoonyahana oo u shaqeeya bulshadaada waxaad nagu soo noqotay adigoo xil federaal ah haya alxamdulillaah rabbil caalamin horta ilaahay kugu asturo
dhamaantii xildhibaanada oo dhan halka waxaa laga tumay calanka muusikada calanka calanka adaa lagu tumay waana ka hortaada yaalla waxa weeye xaflado badan baa halka lagu qabtaa waxaa loo untumaa qofka mas-uulka federaal haya marka calankaas muusikadiisa lagu tumay insha allah inaad ilaalisaan waddanka hawl badan baa ka jirta waa ognahay ilaahay waddankeennina haynoo dejiyo muxuu ahaa dhib badan baa ka jira sida ugaasku sheegay ugaasku fariintu uu gudbiyey oo dowladda u gudbiyey ugaas waa kula qaadana codkayaga baad ku hadashay xildhibaankuna waa gudbin doonaa insha allah madaxweyne laga bilaabo ilaa baarlamaan ilaa ra-iisul wasaare salaantii aada u dirtay waa muxuu ahaa waa kula qabnaa waa kula qaadana ugaaskayaga baa tahay ugaas cashuur waa mahadsan tahay codkayaga buu ku hadlay waxaa kaloo muxuu ahaa maxamed aadan diini dadku qofba qoysaska qofba wuxuu ka soo jeedaa famil dad baa ka soo jeeda dadka ganacsiga siyaasadda aqoonta maxamed wuxuu ka soo jeedaa qoys siyaasadeed qoys aqooneed aabihiis wuxuu ahaa aad xaaji aadan diini allaha u naxariista eh duqi magaalada bayla oo aniga isaguba aan ku dhalannay buu ahaa xaaji aadan diini allaha u naxariisto marka maxamed wuxuu ka soo jeedaa qoys muxuu ahaa siyaasadeed insha allah waxaan rajaynaynaa inaa ilaahay idinku asturo xilkaas waxaa kaloo jira oo halkan salaan aan muxuu ahaa ka wadnaa halka odayaasha fadhiya weliba raggii ciidamada ahaa gaashaanla sare maxamuud xaaji shire oo halkaa fadhiya gaashaanla dhexe axmed siciid axmed jantu isna xagga fadhiya ciidanka marinka ahaan jiray waxaan kaloo salaan ka wadnaa duuliyo sare faare xaaji salaad baylood oo rojeser jooga horta gabdhaha mashxaradda maxaa kaga dhacay caawa waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin aada iyo aada baa u mahadsan tihiin cidda soo qabanqaabisay iyo muxuu ahaa ciddii kasoo shaqaysa hawshaan mudane xildhibaan soo dhowow allah idinku asturo xilka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu doctor isadoo hadday joogto masbal xaaji inay soo kacdo insha allahu tacaala hadii laan ka dhigo saddex wax baan farayaa mid waxaan leeyahay haddaad xasuusataan soomaalida waxay ahayd dad adag waxay dhihi jireen sanku neefle igama sarayn karo waxaa laga yaabaa ninka sidaa dhihi jiray inuusan maalinta quraacanin ama qadaynin ama cashaynin sababta uu taa u dareemi jirayna waxay ahayd shaqsiyan iyo nafsiyan waa noolaan jirnay dad waxaan ahayn sharaftooda dhowrta dad waxaan ahayn isla weyn maantase qof kasta aad maqashid oo jooga waddankii wuxuu leeyahay dowladaha shisheeyaan la hadlayaa war sidee ku dhici kartaa maxaa la yidhaahdaayeen qof dhulkiisa jooga khayraad yaalla haddana leh dad dadooba wax ii keenaaya marka waxaan leeyahay war sharaftii aan soo noolayno waxa keliya maantana haysta waa shaqsiyadeennii baa dhimatay sharafteennii baa dhimatay marka waxaan leeyahay aan soo noolayno taas war nin walba oo dharkeed haysatid dhaqo soo xiro dadka la soo ag istaago waxaad tidhaahdaa waa samayn karaa hadduu isaga samayn karo webiyadeennii baa waxaa soo baxay dhulkoodii bannaanka u soo baxay anoo yar baan xasuustaa reerkayaga afgooy bay kimaadaree hooyaday webigu dib buu ahaan jira oo aada burulka ugu qodnaa haddaan webigaas la qodin biyo nooma imanayaan saa biyo way dareerayaan meel kale aadayaan webi ma haysano ma haysano sidii lagu dhaqaalayn lahaa biyaha tabteedii ma hayno ya kaabayaasha ma aragtay dhaqaalaha waxay halkan la yidhaahdo infrastructure wuxuu ka bilowdaa waxa aad haysatid ma aha waxa bannaanka laga keenay beerihiinii aaway xoolihiinii aaway badihiinii aaway ma fahmaysaan dowladdan wada tuugsanaysa ee gaajada gacanta intay gacantooda saa yidhaahdaan war shaatiyo nadiifa ha xirtaan raggii hore waxay ku tartami jireen yaa kaa aqoon badan yaa kaa karti badan hadda waxay taagantaha yaa kaa tuugsan yaa kaa tuugsi badan
مدن ذكالة دت كيجي هوية أوينيسة أبا أوينايا نك نقول بأوجوجة رول كي وح أمينسين وحان دونا سمين كلام قص عيال كيجي دبدة جيران عيال كوما جوجان دبدة وكد المين المهاجي حبس بيكو جيران المهاجي ولا فرح مين المهاجي جدت كي تشيفان واحد هيستت مجرته ما يفهم إنسان نينك فقية صومالية إيه إصلح إلما هيجي دبده إيجيران إلما كومة جوغان تدلق لما لابن يا هالكن مدى صدحات وها قبيلك والقبائلو قبائلو حدا ذن وحي سماء ذن سمين قبيلك محمى وعيمسك صومالي ذا ويسكو تاقير جرين وحوال بقى يسوق سمين جرين وانو كما سهر جرين وا سيستم ميل نويا لوا لكن او استعمال سدي صحا هيد ما فاهم ايسان ان محل يلا هذا دايا قف كان ايجي سا اضلعاتو كبدشين قف كاس قيميه سا ترتان ودن كان أورجن يعني حبنتا سيدة بيركا كليها لما إيبيو محلو إيبين ويهدو وحا الله عدنو غدو قفك قيميه ساق لمن أيا سواء إنا تسكتت إندو قفك صدقيستو مالك قيمها بني آدم كالعكتا كدايا كبر بالا سوف رحمي العك بالا قادة نين بالا سوف دي العك بالا قادة نيا والله عكتا أنك دايا وحي مدى ذاك اللي دورة شدو يعطك العكتا أدكو دان كدايا فتي سنوات ضرورتا واحد سوغيسا انتو منين كلا لغا دورناي وريا اله يا قال كبدن بد سمين كرتا حدي اد كابياشا دقالها اد استان قفكا اد دورتان كو قصبا انو دقالها ديسو اتاس فرين اه محمد مودا محمد اني كوليتيكا قبسن كرا واوغي لكن انت ان كوليتيكا قبسن كرين با فرينتان وضا صوماليا اكس صحا ان هذا وحنو يهريا هدي لهذا كنقو een xafiiska ilhaan ee Cali Ciise aqoonyan Cali Ciise aanu yeeraya hadii laadan ka dhigo Cali maxaa raay saab malaamiya een walaal gabadha hadalkeedii in halkaas lagu joojiyay aan wax looga daba marin een aad binoo qiiro gelisay maasha Allah een hoga waxay kala niyadana een waxaan umaleynayaa jawaab uga bixisay gabadhii ka horeeyso tiri gabdhaha ayaan madax laga dhigin een marka gabadha hadana madax ka dhigin xageedna ayaan kala ka dhigan lahayn een runtii een waagi la dhigi jiray gabdhaha ayaa xilka loo dhiibin waxa isku fuuqsaday hadii dumarka Soomaaliyeed 190 ee iyagu suuqa fadhiyaan oo wax iibinayaan oo ilmihii korinayaan haddii cadaalad waxba meesha ka jirta waayo wixii guriga loogu hayn waayo loo dhaqaaleen waayo ragga dayacay marka ayna ayaga xilka lagu soo celiya marka gabdhaha xilka loo dhiibay aan laga carin een aad ay sharaf igu tahay inaan soo dhaweeyo xildhibaanka muddo badan baan is arkayna aan maleeynaa haddii kulankeena 4 iyo 5 wuxuu yama garanayo een asaga iyo xildhibaanada iyo xildhibaanada kale nabeen dhawayd bay kulmeen waxyaabo badan bay ka wada hadleen marka runtii sharaf gaar ah ii tahay aniga mar waa saaxiibkay mar waa deegaankeena waa reer Minnesota mar siyaabo badan baan qaraabo u nahay waan uga mahadcelinayaa markaan hadda xamirtiga aad buu ii soo dhaweeyey isagaa isoo raadiyo isoo wacay ogaada every xildhibaan iyo every madaxa oo reer Minnesota markaad xamar tagtid baad ogaanaysaa inaad isku qabiil tihiin oo deegaankaaga ay ka yimaadeen oo macno gaar leeyihiin marka ma u maleynayo wasiir ha noqoto xildhibaan ha noqoto qof reer Minnesota ah oo aan isoo dhaweyn oo aan waqti siin oo aan tension siin kaliyeena ma ahayn habeen baan konton anaga meel isugu yaraa dhaxta marka Minnesota nimadu waxay ku tusinaysaa in aan ayada laftigeeda qabyaalad cusub tahay oo hadda noo soo korortay marka waa laakiin la xoojiyo anuu ka helaa reer Minnesota qabyaaladeeda abaaya aad ugu raacsanaa ana marka hadda Soomaaliya tagay waxyaabaha ugu dhibka badan oo dalka ka jira waxa ay ahayd oo aad aan runta uga murugooday wiil yar oo walaashay dhashay oo aan iskuulka bixin jiray ba ii yimid wuxuu yiraabta ku imaana hotelka ku imaanaya hadiyadan ku keenaya hayaan ku yiri baqshad xiran buu ii keenay meel baa iska dhigtay ma furin laba cisho kadib baa furtay shan buug baa asaga qoray waa shan buug shanta buu ugu print gareeyay asaga qoray waa 22 jir waa waxaan ku yiri abti shanta buu goormaa qortay
وحو يري صدح انت جامعة دقنا يا انقري من لبنا حد يرى انقري وحنقول الحقيقة شقيسة وحو يري شقا وحا يقصو كيسو يري تركيا وحيرا شقا مكسينا لك وان حل بانكا يكو صحيحا حل بانكي نترافك يقبل لايه حل بانكي سيبا وحا يوحنقو يري ويلك محا تلافك وقبو ميس جفا اذي ويرو كده شمارك وحو يري waxaan xasado ogaaday xilbanaanka inuu ka baqayo wiilku inuu kursiga hadhow ka qaado because he's too smart sababtu traffic uu qaban waayay oo wiilka shaqada ugu saxiixi waayay and by the way xamar hoteelka ma laga ijaaraayo meelaha qaar kood ku yaala hadaan xilbanaanku saxiixin wadada ma mari kartid وأنا وحيابها وقبة هني سنترك عمر تكتئ وجارسة اللي رأوكم عدوه ليه يعني ديني توي صوب وحدوه يجري على هذا باور بهاتي إيش أقدر أقولكم كوسو دراية هديك لما قلي كرت هوتيل كات جنيت بعد نقلي كرين تاس اللي بعطل نقول نوري هاي وأقول ما العلا يا دولة هذا جرت دجال كي كل جرت الشباب ورجينا يا إن حوجاس سومالي وطن أجي عنك جيسته الشباب أرنتي هذو عيار ماهن قفك عيار ملايو عيار ماهن الشباب دل كان ماشي كوضو ما لنا كسر نقرأنا ماهن سومالي واتر ترمي سوينا لوينا يا بيريهن مرك عدة إذا هاي سرير كينا ما قصة يسوا وآخر دنته الشباب قف كستو سومالية إنه دبسوا ما أنت كان عندك على ما واه وحرير هيران سمايان اللي قدو يرجلي واه إن كل جنو يستأجن واه وايو واحد كستو أنا قاعد أسكو قبله وهذا ما يسنينا جيت كهوس سام كده ما يسنينا أما 4.5 لأدنى أما إلهي دد أقوان لي قبل أقوان له نو كينيا وهذا ما يسننا لكن واحد الشباب يوضان واحد لما ينكرنا ماهن فأنا اللي وين كنت جايا وحين كعد صنايا كيث ألسن حبت كي يقول قرعة وصواب عن صوقات كيث هو اللي ويني هي اللي نشري هو اللي مركي حول أدينا الحري نكيني قيلنا يا سقو هاي نيت تجنا مركي مساجد دينا اللي يركام رضها الجود جيو نكيد ديدنا أسقوها مركي اللي يري سومالي بان واي نكي كده جاي أو ويفر سياحة ويرى أنا مسؤولية قارة يا مان كي وحمر كده جاي سووها هكا عبال عيننا واي المال يردي سافرك أنا أمريكا كوا حليهن سومالي هم مسلم وشقيا عدان كوا حليهن سومالي هم مسلم وشقيا سومالي ذن وحليهن we don't care عقل ما بريا وحمر مغلى ضد الله ربنا كان ربنا ربنا كان ربنا وحمر مغلى جرد غنوا موسى إنكاري war afartan qof adduunka ka dooranay afartan from Norway, Sweden, London, Maine, Seattle, Washington, Ohio, Minneapolis kulligooda dimuqraadi waa waa afartan Republican ka reerka wax ku soo darsadaan markaas aad kala hadlaynaa reerka horta wax ku soo darsadaan laakiin turjumaan inaan noqono rabnaa never accepted that ila turjumaan uu noqoto Republican aqli ma لكن ميسك واحد كوسو درسدان كراسا نسيان فيصل ديري صاحب كي واي صدو سنو ريبوبليكانا ها ادينو كتر تمي ناك صدو نشان سنة ميل فريدا لغو هيليان ما يسيان كرسيغ ما يسيان كرسيغ هده يسيان ما تنتو صوفر يسان لها داد كيسو الله اللي لاودي لها ريبوبليكان كانا واحد كاي لكن ترچوبان اللي كادك تاري ربان ما ترچوبان ربتا كونغرس ادع فريدا ما ترچوبان ربتا اغل كستيت كادع فريدا اغلق هاشقية وحبا هي ستير مهم هذا هنا بليز ثانك يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مركي وغو الرئيسو دمان تنوين سلامي سلامة إسلام كاين نقول سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته een anigu ku hadlayo magaca gobolka Minnesota sababta waxa way qofka title kiisu isticmaalaya iyo awoodiyad nasiisan baan isticmaalayna waxaan rabaa walaalkay xilibandini inaan ku dhaw welcome magaaladaadu ku soo aad ku soo laabatay ku soo dhawaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota marti ma tihid muwaadiniinta Mareykanka iyo wadanka joogta ka mid tahay waddankiina waxaad u hurtay waqtigaada inaad badbaadisid horumarkeeda iyo wanaageeda iyo aqoontaada inaad la wadaagtid walaalaheen waddanka joogo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa
حقيقة دد ير أو دلقاد له دد ير أو أقوان له دد ير أو ديار أوه بوكمد دي هاي حلبان ديني ما أوسن إيمانين قبل كمن السورة أسوه صوب بحبو يسوعي maalmaha oo dhan waxaan ka wada hadlaynay sidee baan u sameyn karnaa xiriir joogto ah oo wadankeen ugu faa'iideyn lahayn anagana ka faa'iideysan lahayn sababta markii markaad fiirisid taqtaradba ka hadashay tuksi waa inaan ka baxnaa waa inaan weydiisanaa maalgashi oo dhaqaale oo dhab ah oo dhaqaalaha saytana dhalinyarada shaqo abuur u sameeyayso ee taasayta noqonaysana ee badbaadinayso bulshada oo dhan dadka intii joogana inay maalgashi sameeyaan oo waddanka Mareykanka dhaqaalaha bixinayso inay kaga caawiso insurance kiina bixiso technical assistance ina bixiso nidaamkii lagu shaqo tagi lahaa ina bixiso maanta waxaan fiirsanahay boosaaso la weeyay talaagadii oo kaluunka shame on us shame on us dad oo tabcan karo dhaqaalo dad oo shaqeysan karo in infrastructure la weeyay wadanka dhaqaalo uu haystaa dadka masaakiinta waxa loo qabto masaakiinta shaqeysanayo een maanta oranayo talaagadii oo kaluunka aan ku keedsan lahayn ma haysano mana qabataa taas anaga awoodi karnaa inaan iska caruuraan u dirno dowladda dhaqaale la'aan maaha miisaaniyadeedu waa garanayna mishaar lacag lagu bixiyay maaha horumar mishaar qof qaatay horumar maaha waxbarashada caruurta oo tayadooda aad u hoyseeso een waa ka danqadnaa gobolka Minnesota aan joogna miisaaniyadda boqolkiiba konton ilaa $30 million waxaan ku bixinaa waxbarashada dhalinyarada iyo caruurta qiimo weyn bay xaggeena ka joogtaa waddankina waxaa loo la'yahay arday kasta inuu fursadaas qaaliga helo waxbarashada waa inay noqotaa meel walba mid oo dawladda ay awoodi karto inay ka bixiso arday kasto meel kasto joog waa mid ugu yare maanta galabta waxaan la joogay gabdho oo dhaqaatiir ah oo inta wax ku bartay waxay dhahayn uma dul qaadan karno aqoontii iyo waddankii aan ka nimay hooyooyinka iyo dhallaanka inay la yihiin mashruuciyo iska fudud oo lagu badbaadin lahaa hooyadii markay dhalayso iyo cunugaasayto inuu helo daryeel caafimaad oo buux waxyaabo yar waa iska fudud wax weyn ma aha waa isxil qaadeen waana dhaqaatiir garab bay noogu baahan yihiin inaan tuugsanno ma ahan in iyaga loo yeelo dhaqaaliye waddanka wax ka shaqeeya bay muhiim ahaan lahayd laakiin maanta iga qalabkii waddankii u wada waqtigooda bixinayaan naasas bay waddanka ka wadaan xaggi bay geynayaan taasaytana waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan ka fikirno sidii aan dadkaas u badbaadin lahayn waddankana waxaan ugu qaban lahayn anigoo xildhibaan maxmuud nuur ah 100 jeer baan sheegay haddii waddanka diyaar u tahay inay nala shaqeyso xafiiskii maaragtay ilhaan cumar waxba kuma qaban karto dadka hadda diyaar u ahayn inay wax qabsadaan waa inaan isku tashanna waa inaan wada tashanna waddankan baan joognaa waxyaabo badan baa naga maqan waxyaabo badan waa noo qabsoomay alxamdulillah een waagii hore miiskan fadhinay waxyaabo badan baa naloo tilmaami jiray waan tartannay meelahan fadhinaa maanta maamulkii aan gacanta ku haynaa maaha mid oo anaga naloo qaybinaya anaga qaybinaa miisaaniyadii wixii dhan anaga gacanta ku haynaa ani hadda waxaan ahay musharax alxamdulillah cidna lama tartamayso awooddaas waxaana gaarsiiyey intii aan dagaalamaynay ilbaabada inaan furano 7 qof oo gobolka Minnesota ba maanta u tartamaya 3 waxay u tartamayaan senate 4 waxay u tartamayaan aqalka wakiilada 5,000
guri adi kugu filan inaad heli kartid wax barasho tayo leh inaad heli kartid maalgashi oo xagga dhaqaalaha inaad heli kartid dad ba garanayn waxay ka shaqeynayaan koronaayeen ma doonayno inaan u codeyn dimuqraadiga bal waxa sugeysan markii laga jirtaa dhutina dhahadaan waxaan ugu sheegi weydeen maanta waa inay sheegeena hadii aad ka saxataan biritaano imaanin hadhayna maxan loogu sheegi waay sababta tax cut ma aha investment waxaan haysanaa gobolkan 15 billion ba miiska saaran waxa loo dagaalamayo waa maalgashigaas shil kuma soo gaari doonaa adiga sababta waxa la siin doonaa tijaariinta kambaniida waaweyn ma doonayno in la dayaco dadkeena danta yar ma doonayno in lagu caayo gobolka Minnesota qofna caayna in garab istaagno aan isku sawirno aan dhaano adiga ugu fiican qof oranay Soomaalida waa tuuga qof oranay Soomaali xaq u ma laha inay codeeyaan baan isku soo sawireyna aan leenay dadkana fiican dadkan kale wax u yihiin waxa ka hadlayaan dhaqan war dhaqanka ka hadlaysid bal horta fiiri qofkaan leedahay loo codey marka leedahay ma codeynayna een dagaalkana lagu hayo miski lama fadhid tala dagaalkana lagu hayo maalin walba oo la caynayo oo la cusuriyeynayo walaalayaal aan wada tashanno aad iyo aad baan iga mahadcelinayaa walaalkay deynay diyaad baan kulanahay waa kula shaqeynaynaa een runtii waxyaabo badan baan naga maqan een aan wada shaqeyno aan dadkeena wax u qabana assalaamu calaykum wa rahmatullah mahmud wardeere ayaan isagana insha Allah taala een u yeereynaa mahmud wardeere mahmud wuxuu ahaa by the way waa saaxiibkay dhow ninkii ugu horeeya Minnesota u tartama oo kursi 2000 iyo kowdii isu soo toogay uu ahaa marka een taariikh dheer buu lahaa runtii aan salaamay dhamaan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhamaan dadkii soo abaabulay runtii ay gabdhaha ugu horeeyaan iyo wiilal iyo dhalinyarada iyo odayaalba runtii Dr. Diini waa soo dhaweynayaa xildhibaankii ugu weeye runtii ugu matala ama reer Minnesota ahaan ha ii matalo ama xusul ahaan mise jilib ahaan baa la jiray ii matala waxaan kala ku faraxsanahay gobolka bari buu ka yimid badanaa haddii waxaan u jeedo qolo muusig guldogob iyo mudug iyo tumaysan u jeeday ninkan mudug iyo budug iyo guldogob inta kaba imaan ninkan baylo ka yimid marka reerku waa fidsan yahay wuxuu gaarsiisan yahay bayla ilaa guldoga budaatsan yahay insha Allah ta'ala marka qaybti xilbanaankii bayla way hadduu aan leedno marka barasho wanaagsan midda ugu dambeysa aan rabo runtii waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ku soo dhawow Minnesota runtii dadkaagi weeye waa meel laga jecel yahay runtiina dadka xilbanaanada hoosna sanadkan tagay runtii dadka ugu qiimaha badan ugu aqoonta badan buu ku jiraa runtii aad baan u soo dhaweynayaa buu mahadsan yahay maxamed wardheere waxaan markaan u yeerayaa hadii aadan ka dhigo inaan saaxiibna nahay bulshada Soomaaliyeedna inay wax ka ogaato arintaas aad loogu baahan yahay BBC maxamed muuse xasan ku magac dheer BBC sida la socotaan dhalinyarada waddankan imaaneysa oo tacadiga iyo dhibaatada iyo derbi kaboodka iyo dhibaatada ku soo gelaya innikini ke kale yahay khidmaynaya way bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh odayaasha dhaqanka siyaasiyinta gabdhaha ganacsatada bahda saxaafada waxaan ku salaamayaa salaam alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
انت انا اقول لك برامجك سلوش ايغو ساحب كعديد انا وحان صوغة لي جمعيه انا يلو ربادان او الى اللحة وحان كنن من قبل لوزيانا ساوكتين لوزيانا انت بدن وحال لقيا دادك سومالي ديب لغو علنيو بشي ستمر باوحال اسوغي افرطان حابس فويا على ميسيسيبي كدبن وحال لكينا تضويت وحان كامي دا لوزيانا انا امركو وحان كدو دي نتكين على علين كرين واقرين كرتان داد سوماليا oo kuwi toban dal soo maray Latin America soo lugeeyay todobaadri qaar kood ay soo mareen wabi u dhaxay Colombia iyo Panama intaas uu iimaanayay in Mareykanka yimaadaan ayna ka soo carayaan dib wadankooda ka jira oo Soomaalidu aan waxaan ogeyn halkaan uma iman vacation iyo dalxiis iyo caafimaad xaalad wadankooda ka jirta oo condition ah bay u yimaadeen dadka runtii anagu week baan la soo joognay hadda jacayl aan soo laabtay ilaa hadda afar qof ayaan ma taqaanaa waxa ku guuleysanay inay soo baxaan oo la soo daayay intii kalena processkoodii baa socda anigu markaas waxaan ku doodeynaa saddex shay koow Soomaaliya ku dhishay ku jirto nabad maaha oo saahad ogtihiin wiigi la soo dhaafay magaalooyinka Ismaaciil iyo Muqdisho dad badan oo Soomaali ayaa ku dhintay oo qaraxyo loo geystay in la siiyo waqti ay qabsadaan loo yaro iyo in maangalida ay u yimaadeen la siiyo maadaama ay yihiin dad wadankoodii dagaal ay ka socdaan marka Ilaahay ahno fudeeyo hawshaas waana socotaa processkeedii waxaan rajaynaynaa runtii in aan ku guuleysano dhalinyarada runtii moolkoodu aad ayuu u fiicnaa midmid ayaan u wareysanay inta badan su'aalahan weydiinaynaa runtii waxaan ka mid ah xaaladda wadanka ay uga yimaadeen sababtoo ah asylumka waxa la filinayaa qof kiiska uu qarto qaraabadan weydiinaynay marka qaar ka mid ah waxay dhahayaan qaraabo kuma leeyahay Mareykanka ana waxaan in ugu jawaabay anaba qaraabadiina qof Soomaali hadaa tahay su'aalaha qaraab ku ah anagaana damiinka kuna caawineyna hadaa Soomaali tahay marka runtii annaga damiinka noqon qofkan damiin lahayn wax walba oo rabna u soo bineyna Soomaalidu ogaado waa qoys ninka Soomaaliga ayaa isku mid baatiin walaalka meel kasta uu joogo sababtoo ah qofka caawa kaliya safri kara adduunka intuu ka soo baxay Soomaaliya ilaa Mareykanka asagoon aan sahay wadan Soomaali meesha uu tago qof Soomaaliya ma joogaa buu leeyahay taasi waa dhaqan Ilaahayna siiyay oo lagu faani karo hadaan soo laabto saaxiibkay Maxamed Aadan Diini muddo waxaan isla qaanay 15 sano ah sida la sheegay wuxuu ka mid ah macallimiintii aasaasiyasha waxbarashada ee deegaanada gobolka Bari magaalada Boosaaso runtii saawti wuxuu ragii ula soo shaqay wax ka mid ah madaxweynaha Abdullahi Siid Abdullahi Dani waxa wada ahaayeen baxda waxbarashada waana saaxiib dhow Diini markii inta uu yimid runtii shaqooyin kala duwan buu ka soo shaqeeyay waxaan xusuustaa inuu qayb ka ahaa Department of Justice maxkamadaha ee gobolka Minnesota muddo 8 sano u shaqeynayay kadibna wuxuu u wareegay baaxadda waxbarashada district-ga magaalada Minneapolis iskoolada ayuu ka shaqeynayay asagoo ahaa consultant xagga waxbarashada ah ee degmada la shaqeynayay kadibna de wadankii ayuu aaday oo xilibaan ayuu noqday markaa runtii marka wareysaa san waxaan ku faanaya Minnesota waxaan ku leenahay labada aqal 15 xilibaan maxaa dadka degan Kenya ana ka badan xataa meel walba ay Soomaali joogto laga soo bilaabo Kenya inta xilibaan aan ku leenahay anigu waxaan jeclahay waan ku tumayaa dhaqan iyo diin iyo akhlaaq qofka waxa ugu horeeya horta marka laga reebo aqoonta number 1 waxa importiyo moralka waa waan in moral leh oo runtii aan oran karo dadka tirada yar ee maanta Soomaaliya badbaadin karo kamid tahay marka waxaan rabnaa in Soomaaliya hay'adihii dawliga ahaa ay dhismaan oo institution ku shaqeeyo oo xilibaanu ay noqdaan kuwa la xisaabtama xukuumadda oo u shaqeeya runtii ummadooda waana lagu xisaabtamaya maalintii maal qiyaama mas'uuliyadda aqaadeen ee baydmo Simba inta sonka hadalkiyo soo racan wadagana kala soo imaayo wasokayahaygi wasokayahaygi assalaamu calaykum wa maasantiin dadweynaha sharaf tale kasoo qayb galay xafladan qaaliga iyo dhamaan dadkii soo qaban qaabiyay waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan kala halka soo dhaweynayaa saaxiibkayga qaaliga ee Dr. Diini oo ni saaxiibkaya reer Minnesota muddo badan aan isin qiinay aqoonyahan karti leh ah dadkii ku dhiirri galiyay inuu kursiga hordhacna kamid ahaa waxay waa ogahay ninkan inuu nin aqoon yahay oo ma taqaana ma sha Allah ya ma fahantay waxaan leeyahay Ilaahay ku fudeey xilka aad qaaday ee halkaas ka sii wad waa mahadsantiin dadka dad badan oo aqoon yahamina ama dad aftahaniina laga horeysay waa ka xumahay khudbad kuma soo telin it's my great honor to welcome you in Minnesota my brother waa mahadsantihiin aad iyo aad baan mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad
هناك سوق قيب قشين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرف هذيل هذا كنّيجو. إن برامج كنا عبارة بسوس هذيل هذا كنّيجو. إن كان وضيع وضياش إن سوماليات كم بدأ بواح سينا يلا بكلمه. كدمنا برامج كحل بانك هذان هذيل هذا كنّيجو يكرنيل كينوسو قبل قبلين دونا إن شاء الله وتعالى كهر السودو إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أكوه الرئيس واند السلام يا سلام تسلم كأنك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدبانك حفلة دانا إنه دبلو يسقون معاه وهل كان والسلام يا وحن له سودو محمد ومجتمع عاجي اللي يردي هل كانت كذا تكتي أدوها اللي جاكش عليها حدنا أدوها اللي جاكش عليها نقص نقطه وحن كورة شيءنا نقول يقبلني intaas waan ku darayaa wadankeenii Soomaaliya xaaladda uu ku sugan yahay waad ka warqabtaan waxaan la yaab leh 80 ninka hooseeya ama 70 ka hooseeya madax kama noqdo dhalinyaradii mutaalimiinta ahayd meeshii wada hoganayaan waxa haweysanaya inuu isbiimayo ma xweeran noqdo wax raadsado waaba iska yar yahayba inkastoo hadda rag ay jiraan sharcan oo dhalinyaro ah waxaan idiin sheegayaa imankii waddanka kan talyaani ka kiciyey oo xoreeyey isweel la oran jiray 13 jir baa ku jiray sa la sheego in 13 jir baa ku jiray kuushay gaareen waatayno hadda aanu ku soconno sababta dhalinyaradii u haweysan wayday in madaxweyne yaal noqdaan oo iyo isku xirmaan waxa odayd duqaho balaaya ah oo afmiishaar oo dhimo isku wada xiran yihiin tana hooday wataan dhaqaalaha laga bixiyaa isku xiran yihiin hal nin oo dhalinyaro ah oo 10 nin heli kara ma jiro marka waxa idin leh dhalinyaro meesha dalku ka dhumay waa idinka maxaa yeelay kaalintiinni baad gabteen kaalintiinnu waxay tahay xukunka dalka inaad la wareegtaan cilmiga idinka haya aqoonta idinka haya dareenkii garashada idinku idin ku dambeeya nin 70 jiray wuxuu cunamaya wax kale ma yaqaan wuxuuna urursanayaa wuxuu intuu nool yahay sii cuni lahaa wax aakhira ka fakarayaana ma jira marka waxaan idin leeyahay dhalinyaray fadhiga ka kaca raadsada madaxweynayaasha noqda wasiirada waaweyn noqda waddanka u kaca balaayada cunaysa oo dulliga ah oo 70 jirka wada goosma saarka ka saara meesha hadda inta dhalinyarada ka tagtay Australia iyo Mareykanka waxa weeye ragga hadda xilka haya oo dhalinyarada ahi waa raggii dhulkoodan ka tagay kuwa ra-iisul wasaaraha noqday kuwa hadina ku horreeya madaxweyne noqday marka waxaad yeelaysaan waa anigu idin kula dardaarmaya meesha dalku ka baabay oo ka dhintay oo midna qaraxa loo adeegsado midna hadina kuuraya meel cagaha uu soo geliyo oo mataqaana madax ka noqdaba loo ogolayn waa idinka dadkan idinka u badan boqolkii 80 weeyaan boqolkii 70 iyo samtig weeye dhalinyaradu inaad isku xirantaan wax wada doorataan mujtamaceenna hagaagsataan
إنك الله إنك ربا. السلام عليكم. يا إسماعيلك هذا إن شاء الله تعالى وحنا أنا كسر دوينه وعنا أسيسان هذا الله إنه هلبان كأنه محمد ديني دكتور محمد ديني كان هلا يسيو هلا لسه دوي إن شاء الله غفل بهلا كع إن شاء الله تعالى لسه دوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هريسة وحن كل سلام يا سلام تسلمك. وحن أمة هدعينا يا لما عندك كسوق مغابي. مرتدى الشرف تله حفيزك قبلنا كونغرس ومن الهان عمر وكسودة علي. حلبان كان جيرمان محمود ورنتي جد مهم أو هاي استيتك. سراكيش عيدا ماذا؟ oo nagala jawaadar maxamuud oo diyaasha ismada ashuur ee sultan absalad adeer faara waxaan idinku salaamayaa runtii waxaan mudantiin sharaf iyo qadar gabdhaha quruxda badan karaamada leh haybada leh dawladnimada leh gobolnimada u dhashay ee meesha fadhiya alxamdulillaahi awalan isugu kan keenay waxaad tihiin gob waxaad noogu timaadeen sharaf وحن نقول بالجودنا وناك من الصورة واستيت ككلية رنتي ماركي بربك داعي مجورة تقدر تكسمال وسوق حن نبي عليه الصلاة والسلام في من الله يشكر للناس الله يشكر لله تذكر مريكن كدور دم مريكن كل يوم أحد عليه واجب واي ماركي أنا بربوري تذكر مريكن كعم بين السين شعب كوين السودويين كنت كاستيت لكن من الصورة it's a unique وأكدوا أنتي. محمد آدم ديني واقومة. بالهرتان دبقون على قانتي. وحن صنع على معلم وارن. مدحون السيد عبد الله الدني مرشد كيبوها. هنا البعض وحبر شذا كبير ناس جا صوابوها. وعروق مهد علم. من طلبات قانتي دي كواد. وحن خصوصا قاتي درجة ماستر كوحن قاتي إنترناشنال فاينانس أند دبلوماسي أو ميجر ماينر معهد كروبرت كينيدي رنتي أنا وأبا صاحب العيال هستا رنتي أن سكودي إن بلوح برشدة إذا أنا علاقة صدرن تي لبعضنا وحن قاتي لوع شرق إنترناشنال لوع وجدنا محبرت وحي هيد إن قرن كيجي شل دكسي وهوس إلى دكسرة وحن خصوصا برتي شيرينكا هويدا صومالية أباها صومالية قرحة فردية عن شرطة الوغال وأنا إن أنا وأبا الجودو تاسع وكلفتي إن أنا أبا الكود أنا وأنا جودي كرين إن أنا مركا أن كودي رضا وحن بري وح أقون أن وأبا الجود كر أنا قراءة المحقبة كيجي حياة بدن بوها هل كان مركا أن جو بجري فهمتي حنا حسستا سيدا ورال كان محمد بي بي سي طلعنا بدل ما كنا نروح الليجا اللي قاعدون عليه، وحاول تب من صور اللويرز، قاعد بان نروح الرا، ده كريمنا اللوير تاع، إيميجريشن لوير ده تاعه، هي فاميلي لوير. سنة كم حنكو جول استي، إنن سنة كيو هرا 2021، إنن بوجا بقول يكون تكنو بوجا سومالي جارسيو، وحنو جم هذا علنا يا هاي ده هفدرال كمريكن كا، أو رنتي بحيي خارج كوكب حي، مركي عند كذا بالبركة تجيه كونتين ردي. وحن سلّق ووديجي إنن بنتلانجي مركا عن بالقبلة دي دحر يقبلة دي كونفرد يقبلة دي وقيوك على قيبيون كل المركا انجي وحن بواق تواتن ودكسو هوسة دكسو دحر دكسو سر إلا جامعة أو مادة وبا فيس تو وحن قعنتو كوديجي إلهي سوفيدنا كوني شن بقول سري رودا سبتال وهذا قعنتو كهيا بروفة كوني شن تاب بقول سري رودا سبتال وحن ربا إنن سديت هاي قبل كستو الصوماليات أنا وان رجل قرع يرجل قنصح يرجل جلبس يرجل قود يرجل مص
انت بان قيمين ان انا سعد دالة صومال نما وقيب بانكو قوان خسو قال فهان نولا فرقا ما قدنا صوابتا او كلفتاي منان قالو سياسة وحي هيد صدح يا وطو دير هقالين عن كهالي فاملي كي هنتي جود مدقارة يو حاس كي سلمى عبد الله خالد ورنتي يدو يقول لي رجلسي هذا هو قال أن رفع وح قيمة يا لون كل عربته واحد ترى حكمة العربية كل رجل عظيم عظيم إمرأة كل وراء رجل عظيم إمرأة عظيمة قنا نضلك وحقبته وح كلا يقول لي رجلي ما كان داون واي باهدا ضلك كتجده تقصود بين هاي وحنا حسوس تا هل كان مركان جوجي وحنا مرتقى الجري ضلك دوناسين تا markii ugu dambeysay waxaan 2020kii halkaan dhamaadka sanadkii waxa ay ugu dambeysayna marti qaado gabar White House National Security Advisor ahayd ana bal dadka Minnesota arkaan tuso dadka federaal dadka ajnabiga dadka reer Minnesota dad fad binaadan gub gub Soomaali Soomaali wanaageed qobajoog dadka u fiican yihiin inay yihiin dadka ay ka go'an tahay inay dalkoodina badbaadiyaan u doodaan xuquuqda maqan qarankoodina raadiyaan waxaan kale ku guuleystay Ilaahay u fudeeyay waan goobjoog u ahaa shirar badan oo runtii dad Soomaaliye jecel inay ka bixin burburkii baaba ay ku jirto inaan faristay oo aan ku dooday in dadka Soomaali dad jir ay yihiin oo aan maya shalay hadii aad ku qaraabeen NGO meelaha saad wax kaga qaadato burburka Soomaaliya I won't accept today ana Soomaaliya waxaad ka sheegaysaa Soomaalidu ma aha shacabka Soomaalida la argixisa ma aha ولا برعد بلاد معها ولا ضدع معها وضد بن آدنا هنله قبله هو اللي بعدين أنسي أن وح وما تسمع لوكا إنه كنا عليه مش ذلك إنه كياله والله هو استراتيجية الحمد لله رب العالمين هي بنا وابوري وأنا وما هذا علينا أن وح اللي نورد الرأي والشعب كصومالي وعاقد دين لأيه وحوي ماشي إلى هاي النقطة أبو رفير استراتيجية مهمة. يو قبك قفك الصومالي جاولية. بالهرت هستوري كده تاريخ نام دبوا ولا عبتو محل لقي الصومالي ده. بعمل البورتية الدنيا دوجو دارية دوجو مسيتها بورتية ده يونايتد كيندم به بريتشكا. كل سؤال بقول كودي. بور كينغريس كوايا جو حصاد رين لورنجري تشارلز إيديون. وفي يدي قارد أفريقيا المدو مر تج بل صار عرق سيدة بغرطوية ده الله عرقه يسيدة بغرطوية ده يتاي سيدة اللوجع ليه يعيد نجعل أيوه ده مركب بغرقه وقا إن الجيران داد صومالي اللي لهذا إسلاق قبوين حول رغتا باسترار نوماديكا وعن بقب إن قف سجودة عن باقومبا بل تقبل أفريكا أفريكا يمي باريغا قلبيتكا كونفورتا إيه سنترالكا يو قوي قبا صومالي مركب صوغ علي أيوه عرقه ويل صومالي أو وران الله أو جيل الجوجا أو بلاوي هي وران كيد عليه وتا قبل سوماليو تم تدعان أو سيدي أفريقيا كلا لوس لو لوس لوس دوين أي أما ضعف فيك كم مغن أنا كم مغن ولا شيء كستي سو دوين في عن شو حكرنا يا لكن أن معناها دول كيس دجيل هو نقضي دبلوماسي نوها سردون نوها مركو بور كل نقضي حكيري حاسوار التالي أفريقيا أنت ذكر الله صوم ريمي وحصوار كدد رمية حول غطاء سلغ بوين وعم ببريطانيا يو كي ويسترن باوريس كي جوميس كي رجل بيتكو حبوا وارق فهمت إلا هذا وحنا لعاقة دجالنا هاي قايبنا إنجا كا أو إنجا لفت جي وحنا صدق كسرنا بور بور هاي قايبة ينكنا لكن فرجلش شيءنا وينو جوجتا قدين تيري هدا نقول كوجرين بينك إما جوجسين absolutely أنا وحنا قبائل نجا لفتين على دوير حبا إنما أيرون كريت ساسني بعد قفنا ما هذا ينكره أنا جانا سيد النافع عن وحكي لو جن لو نجر هجر بارتن سنة بورتو إنجليز كصادرته وحبا هو على إنك مروي تتقبوين عن قرص قادم الحمد لله رب العالمين لا ما أنت إنه جاره كونغرس كمريخ كمشي جوس رئيسي يو كي وحكي نقوله نوروي وحكي نقوله فيلنا وحكي نقوله iyo meelo kale oo dunida ah soo socota hadda saar rajayn insha Allah kan ka soo baxdo iyo state kasto mareekan wa ilaahay mahadis ilaahay baa naga dhigay muslim ilaahay naga dhigay soomaali baa mahadis kale noguna abuura dhulkaas muhiimka ah ee la isku haysto qaniga taa aan kaga baxo qofka soomaaliya
سومالو waxay tiraahdaa niman tayda soli karin uma yelo turo ada niman taada yeelin waxba ka yeel ama daris ha noqdo ama super power ha noqdo waan qofka Soomaaliga qabki ah uu yeesheen lahan jiray ayuu leena that's very important aan dib ugu noqdo xaaladda dalku marayo horta waxaan fariin ka sii daayaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Hamza oo idin jecel oo og reer Minnesota inay yihiin Soomaali qurbi joogtoodii duntii iyo duxdi iyo wanaag iyo sharaf ay lahaayeen aad baan idin soo salaamayeen salaamullah xaaladda dalku marayo waa la socotaan runtu waa u tacsiyeena walaalaheenii sooba ku dhintay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u naxariisto inta dhaawacana rabbigay subxaanahu wa ta'ala ha u booga dhayo dalkeenu xaalad adag buu ku jiraa marxalada abaareed baa jiray marxalada amni baa jira intaba waxaynu ku soo maray oo ku soo moodnay kalsooni inagoo isku kalsoonay sideen isu caawineyno runtii dad baa waxay ku fikirayaan Soomaalidu markay burburtay inay qaranka Soomaaliyeed uu burburayo dalkaanu dib u soo noqonayn laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa barakoonaba ilaa heer liyiraahdo dadkan fudud ku nool oo anarkiista dowlad la'aanta ku nool haddana wax walba uu shaqeynayaa isgaarsiinta ugu horeysa Afrika inuu yeelanay jaamacadaha shaqeynayaan kolejyadana shaqeynayaan dalkeenu nool yahay dadka shaqeysanaya alxamdulillah rabbil alamin i hope islaamnimada waxa ugu muhiimsan waa islaamnimada ilaahay islaam naga dhigay ba mahad iskale iyo dadka Soomaali oo dad is caawiya runtii iska can qabta xaaladda dhaqaalaha wadanku waa iska garan kartaa wadan soo doosan burburay waxaanu ansixinay sanadkan 100 milyan World Bank uu bixiyay runtii 100 milyan in maamul goboleedba sidii loogu talagalay ay u gaarto ayaa loo qorsheeyay arrinta dhaqaaluhu waa wadan muhiim ah arrinta shidaalka oo hadda laf dhabar u ah waxa weey shidaalka in la qodo waa muhiim madaxweyne Xasan way ka go'antay fiiril labiyo toban ceel baajira hadda sida leeyahay oo muhiim ah mid walba wuxuu ku fadhiyaa 10,000 square kilometer yaani sida aynu qan u nahay fiir malayga aynu haysano fiir beerahani waxaad arkaysaa hadda maanta dalka meelaha ka mid ah yaanyadii iyo basashii baa dibadda leenoo ka keenayn ilaahay baynu ku dhaashay yaani waa wax ayaan daraa dalkii aad ogeyd dunida ugu fiicnaa mooskiisu qaaliga ahaa kwaalitigateeda uu lahaa in allah laa yuqayru maa biqowm xataa yuqayru maa bianfusin laakiin sidaas ota ilaahay subxaanahu wa tacaala weli waynu jecel yihiin weli waynu iscaawinaynaa weli waynu isgarab istaagaynaa siyaasadda arrimaha dibadda waxaad moodaa intii hadda madaxweyne Xasan Sheekh imanay shaqaynayso madaxweynuhu safaro aad u badan buu sameeyey safaradan ujeedadeedu iyo buudeedu asalkeedu wuxuu ahaa waranagu Soomaali baan nahay heshiis baan nahay war dunida heshiis baan la nahay waana kan Soomaali heshiis dunida heshiis absolutely it's working hordu way shaqaynaysaa markay calaaqada dowliga xirfada caalamiga waxaa ka mid ah wax leeyahay waxaa jira mutual interest I'm a state dowlad baan nahay mustaqil xora dowlad xoraata waa inaan anigu win-win diplomas waa inaan guuleysto adigana aad guuleysato safaradii ilaa maanta aynu helo runtii suuqa weyn ee xorta Afrikada bari saadaashu 98% inaanu ku biiray tahay inaynu ku guuleysanay Soomaaliya inay noqoto meel hadda runtii caalamku daneeyo oo u soo jeesto waxaan rajaynayaa insha Allahu Kariim inaynu sumcad iyo karaamada qarankeenu lahaan jiray haddana way jirtaa wax yar oo difeetaaba naga gaartay inay dib u soo noqoto ayaan rajaynayaa insha Allahu Kariim ilaahay nags maxaa inaga dhiman xaggee layna ka galay maxaa isbedelay runtii hadda waxa laga dhawaajiyay bariyada waa run 30 sano u dambeeyay waxaan ku jiray burbur iyo gacan haads inuu gacanta u haadino dowlad kale ogaada hadii aad gunnimada lagu sheegay daanyarnimada lagu sheegay daciifnimada lagu sheegay marka aad adigu qarankaaga burburisid oo aad mabda ideologiyad diinta islaam fikir ka soo jeedo diinta islaamka aad isticmaashid iyo adigu wadaniyadaadi hoos u lida marka waa lagu talinayaa waa lagu iimaanayaa wali waxba lagu yeernayn marka awood ma lihid aad qarankaaga ku dhisato aad shaqaalahaagi mushaaradu ku bixiso aad ciidankaaga mushaarkiisa ku bixiso waxaa jira mahma carbado tiraahdo man laa yaqdir quutahu laa yaqdir qaraaruhu qofkan awoodin wuxuu cun lahaa inuu helo go'aan ma gaari karo you can't make any decision at all
هوس هذا إسقي دافع جاي ماشي أتجوكتي سوق بحكرتا وين أدب السكون قنوان ران أوكي هل قيس بينونا هاي هل لقط بينونا هاي هل دكان بينونا هاي سمعت هو قيس الذين هستوحوه أنو أنا عن متفائل عن كاره كرة جوينا هاي كنتي ولولي جماعة هيو دل كانوا بسمعه ولولي جماعة هيو ما أنا لين قطع شن سمعي صان قانسه لكن واحد ولولي جاه يا مسكح هذا الشيء لقانا كبربروسي وولي مقطع وعقبيل 4.5 ويل كيغو قبل هذا مقرسن كرو اسمه قرسنه واي محايبا إن كرامكم عند الله أثقاكم وظلم جين بربريء مركا ورالكا يوراشا أد نصبت ده نصبت دوا إن كرامكم عند الله أثقاكم that's the real dignity that's real nobility لأن ده النمط وعوي مركا ورالكا يوراشا قيم كا كلام ده أذن حقرين4.5 it's worse than HIV والله العظيم HIV بقى وكعنيا 4.5 إلهي وحن نص ومرام نو يدسانو نقصار بكي هو وحاب I don't entrap theory وحيابه إلا هدا عن ليا بناه ولينو كنت لقى إنان هشين وإن الشركة استوزون إنان هشين جامعة عبد الناصر بقى واحد الجامعة العربية كولنتي مركي هلقي عهد الناصر مركا ويسفهم وين ولا كلا تجي ماركة ساعات الرئيس ماذا اتفقت العرب عرب محيكوش اتفقت العرب أن لا تتفق عرب محيكوش إن أيه الشين ورمتيبين ورمنا إلهي نجم رجعتها ربي سبحانه وتعالى نجم دوه تده الشين كلامنا هاي تده حسوا قبل جود كلامنا هاي تده أنا كلام عارم بيننا هاي تده مغلين هاي دليل دبده بك مغلا هذا ريمن الصورة كونغرس سنة لبضع قلا الصومالية شن لباتن بانا سومالي أمريكان لباتن ومنسورة almost وغاية منسورة وميشا عن رجينا يو إن لقيت جهين دون سياسة جيسك أفريقيا ما سومالي وراء البحار ميل البابا بركي دادك هادا كسو بحي داد دون لوية دادك هادا فدرال كي استيت كي نوي جوغانا داد دون لينو نهاي إلهي نكسو حان كل جهين وينا إنا ينو قولي سن دون إن شاء الله أنا نقلو دينا عاد مغراد يدا and ما عندو توحى الصومرة وضن إلىها توجو ما قال ماذا حيسو حلا اللومة وعلى الشركات المرادية أفريقيا على الشركات قوي إسكندنافي فينا واحد هنا أنا وحنو كنا من بنتلان وحنو كواقب قال لي دور الشو هل عادي هل قف ودات سمينا ما قال هذا قردان تقني إيل بان تقني وفين بان وكور هني and هاي ما هي بيجي الشركة وحكم ذا وايل أنا ولي أرق سديت الجير سياش الجير ولي عاد أرق نفر عن عادين runtii wax fiican beel dimuqraadiyadu waa wax fiican een in siyaasada iyo dimuqraadiyadu diinta islaamku ma diidana in la isxukumo in wax la doorto ninkii ilaahada waa islaamka diidana been buu sheegay diinta islaamku waa shuro diinta islaamku dowladnimadu islaamka ka timi not aristotle ana waxaan barnay dimuqraadiyada in aristotle ee greega ama waxaan barnay in cilmiga siyaasadu yahay in fasl din ala dawla waxa dawladda waa shacabka waxa go'aan gaara waa shacabka waxa hadii dawladda burburta oo qiimaha bixiya burburka dhibaatooyinka waa shacabka waxa hadii sodon kasta burburay burburay al soo dhaafay dhibaatooyinka gaartana waa shacabka waliba shacabka si kala gulo hooyada Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed ee mar maalba wiilkeedu dhintay seegeedu dhintay she is the one survive in maha kurisay dhibta la fadhida tahriib la gashay illa yawmuna hada dalkeenu aan ku jiro مرحلة تهريب ولي جدي من كجرا صومالي حنام السنة إني تهدد إلهي سبحانه وتعالى وكرامي لكن إلا تكلي إنها استوى حواي تفرارق هذا حنك فرح سنة هاي
قبيلك إنه سير عنا الحمد لله رب العالمين. أو دكان كستو الصومالي أنت وضدك بحيث شبان دول النمو. ميل كستو الصومالي كم من قفضتك وحكى جوا النظام يا هيكل دول. قروه تك قرر تك قال كعية تك بورتلنا تك بندر بيلة تك بوساسة تك موضوش آد هوبية تك قرعال تك عدد آد كسمايا آد بيدا بآد هرجيسة آد بربرة آد قفك الصومالي وحامسين قيم إنه نظام هلو دولة هلو peace and life نولول يا نبضو هلو مركز أيو وقان كرا مركو النبض يا نولو هلو إنه أن وبد كيس مستقبل وصمين كرو النور أي أو قروح بدن مدن يالي مروين أن حارضة عدد باوضن كسومري إلا هدن الوجرة الصومالية وحن كم تلا مرك غاركو الدين كي مرك هور الدين كو قرف من الهنجن أو مرك اللي يريد الدين وخبر دقائق بقوت الشمس ربطا إني كدبر قيس في إلهي سبحانه وتعالى سو مجون مرك غار حسن نو اسم جعلين لكن إلهي يعني جعل والله هذا أن سوء قادم ملك استعان تقو والله العظيم دتك الصومالية دت في عينهن دت شعليهن نيجاتيف في هدلو يا صومالي وضدحن بين بوكوشي كيكو دها لكن دبتنا هستوحى واي 1960 وحكى جوان إن دتكو أي نقدان دت وحوض له وحكى جوان إن للصحة وحي خدمي وحكى جوان إن سومالي هاي بدي دي كرامة دي دي دولة دولة نمد الشرف كقيم كلهانجري أو دب صنوبة إن وردنا وحنا نجا جوان إن رشقين الدولة ده دولد و دولدين فيري ستيت كا دولدنا لو شغاي ماركه وا شعبكا ما ها شخصيا شخصو و خليه مانديت و خو يمادا وقتي وقتي و جوغا وقتي ماركو دمادنا و تگايا لكن واحد دلك اسكله او هرا وا انغا وا امدا مدخوينا كاستو مريكان ماركو يما 4 years ama 8 years جوغا و تگا لكن دخلكا و خو كتوغو و خا اسكله دلكا واحد دولة لماذا وضع كان الله شعبك أين سكاشلنا وين سجعل هاي أين مدونة فنتي وحين وحكون عنكرة وحين من نما ولا تفرغ وحوي هاد من نما يحكون عنكرة هداين وكلا غيب سنو معناه نوصى من مس والله سبدل كصومالي كصعيد تاجر حنجينا إن شاء الله وكريم إن نكوجل سندونه إلهي إذن كيس فنتي لنا عفية عن مركب حلقات فيريو وبوس تفكا إن الصومالي وجيران كذا على النظام عدد أو حرة سيدا هذا سبدل هذا كسرة بنتران في النظام تصالة وصغاته برامج كديمقراطية دو صالة فروح لو بقى is very important ديمقراطية دو مهم أنا روح عن قبعة إن داتكو أي قفك أنا هو عن متلة إن أنا هو صادر تنجلة أنا هذا waxaan jeclahay barka maana u diimaado deegaanadii aan ka soo jeeday aan tago oo qof walba oo deegaankayga uu la tartamo oo aan sanduuqa u kala baxnaan ku qanaano oo laga baxo odagaan ama qaabkan qabiiliga ah oo runtii qofkii wadanka xuq qaban lahaa qof kale aan kala garaneyn runtii ayaan darro insha Allah waxaan ku rajaynahay in Soomaaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala dalkeena quruxda badan cadawgiisu badan yahay inuu inoo badbaadiyo inagana ina midayo نقدر نقول جلست الدنيا خربة وأنا كم هذا سنتين وقت جنا قالجا وحن ننتهي الشرف وحن نقول ما دين قبل نمو وحن نقول بالجود إن وناج نحشم سوريو يشرف يا كرامة دولة نمو بإذن كا إذن كان الدولة دا وأنا ما سنتين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دمانتين waxaa ku faraxsanahay dhamaantiin imaanshaha ay maadeen xogaa may maqashaan diini ku soo dhawow magaaladaadii
dad badan oo halkan isku yimid oo reer Minnesota ana definitely waxa uu yimaadeen caawa kugu soo baxeen ina hadda tahay xildhibaan Soomaaliya oo qaranka ah afladaan waxa soo qaban qaabiyay een ubax oo ah ayadana gabar oo dhalinyaradeena dhan ba ay kuwada aan ka wada feersanahay marka ubax adigana waxa leenahay iyo groupkaaga een waa maasantihiin een sidoo kale een Axmed Cali fadlan igu saxto ma Axmed Cali Minnesota Muuse een een xildhibaankeena future ka soo socda een fadlan een Gaani Maxamed Cabdulle please tag fadlan igu saxto ma ragi meesha oo wax ka qabtay weeye een nabadoonkeeni oo magaciisi aan la sheegin een aaway nabadoon een Farax Cilmi Isaawe nabadoon Farax een gacanta taag dadka isbar nabadoon Farax Cilmi Isaawe nabadoonkeeni waa ninkii geesiga ahaa oo Liban markuu Chakaake Franklin midida gelinayay bakoorada uga fujiyay marka fadlan igu saxto ma nabadoonkeena een Cali Ciise een Ilhan Umar een xafiiskeeda een dadka markii loo yeero een xildhibaan oo dadka xafiisaha fadhiya markii noo yimaadaan waa inaan barnaa ilaa uu xildhibaankeena ka hadlo inaysan tagin Cali Ciise ilaa hadda ma tagin oo ka socda Ilhan xafiiskeeda fadlan igu saxto ma asagana een waxaan leeyahay miidiyaha Somali National TV een walaalkeen Cabdi Xakiin iyo in Axmed een waxaan leeyahay ininkana waa maasantihiin salaam aleekum adigana ilaahay ha kula galab galo een ugaas adigana waa maasantahay een waa maasantihiin habeen wanaagsan